يسعد اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم في اليوم الثالث من مهرجان التسوق في مدينه جنين. بدايه مشاهدينا ومتابعينا، الرحمه كل الرحمه على ارواح شهدائنا الابرار من ابناء مدينه جنين، الرحمه عليهم جميعا ولروحهم الطاهره دائما. مشاهدينا ومتابعينا هم الاكرم منا جميعا، رحمهم الله. والساعه الخامسه سيكون هناك وقفه ودقيقه صمت لكافه البوثات الموجودين عندنا في هذا المهرجان في هذا اليوم، دقيقه صمت على ارواح شهدائنا الاكرم منا جميعا. مشاهدينا ومتابعينا في اليوم الثالث مستمرين والحياه مستمره، واليوم مشاهدينا ومتابعينا راح نكون في هذه الجوله السريعه في اجواء مهرجان التسوق 2022 لليوم الثالث على التوالي. شوف شو اراء الناس، شو اراء اصحاب البوثات. اليوم مشاهدينا ومتابعينا احنا بس نعرفكم كمان عندنا شو الشركات اللي موجوده في مهرجان التسوق. الراجح عالم المنظفات، شركه ايكوهوم الاعشاب الصحيه فقط هون، شو بتقول؟ يعطيكم العافيه ويسعد اوقاتكم جميعا، ما شاء الله مهرجان موفق، اقبال ممتاز جدا جدا من جميع المدن وجميع الكرة وجميع المناطق هون، وان شاء الله بالتوفيق يا الله للجميع. اشكرك يا فراس. اذا اليوم الثالث من عمر مهرجان، شو بتقول اليوم في هاليوم؟ اليوم الثالث من مهرجان تسوق. طبعا احنا اليوم الثالث نتوقع تكون حركه اقوى، بما انه يوم سبت والجميع معطل واهلنا في الداخل اللي بيجوا على مدينه جنين، فنتوقع يكون يوم مميز ان شاء الله. واحنا طبعا في مصنع الراجح بنقدم لكم عروض مميزه واسعار حصريه للمستهلك، بتلاقوها بس في بوت مصنع الراجح هون في معرض ومهرجان جنين التسوق. ستات بيتكم لا يجوز الا يكون معاه مين؟ الراجح. تعالوا معنا مشاهدينا متابعينا بهالاجواء الحلوه. فعلا اليوم الثالث من مهرجان التسوق. يوم الجمعه كان يوم حداد على ارواح الشهداء اللي سقطوا على ارض مدينه جنين، كل الرحمه لشهدائنا الابرار. ولكن اليوم مشاهدينا متابعينا شركه مستودع ادويه نزال، شو بتقولوا في اليوم الثالث من عمر المهرجان؟ كلمه سريعه. يعني الحمد لله كان الوضع منيح ممتاز حاليا، والمهرجان يعني لك اقبال كثير من اللي بزوروه، وفي رضا تام من الزباين عليه. احنا راضيين. في متنوع، الله يسعدك، في يعني اكثر من زي ما انت شايف تنوع كثير في المنتجات اللي بنقدمها. نعم. يعني اكثر من شركه والحمد لله رب العالمين. كل الناس تعالوا اليوم عندنا السبت وبكره اخر يوم، تفضلوا تعالوا. نزال بيستناكم، نازل بالباراشوت نزال، فتعالوا معنا مشاهدين. عالم المكسرات مساد، يا سلام، شوفوا عالم المكسرات اليوم مساد مكسرات في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان المميز التسوق 2022. شو بتقول في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان باختصار؟ باختصار احنا كثير مبسوطين. مش فاضي كان بتعمل مكسرات بتكسكس. بالبدايه احنا بنحب نشكر تلفزيون الفجر، ما شاء الله عنكم تغطيتكم كثير رائعه وكثير قويه ومغطيه كل مجال، وبنشكر الغرفه التجاريه، فكره كثير حلوه ومميزه، وكنا مبسوطين جدا في كون انه احنا في سوق صغير، الكل متواجد، الكل حاب السوق، واسعار مميزه، وكل نص ساعه في عروض، وما شاء الله عنك انت مش مقصر كمان. الله يسعدك. اهلا وسهلا. شركه محامص مساد، يعني تعالوا قصقصوا براحتكم انبسطوا مع هالمكسرات الراقيه، اشكرك. اذا جولتنا اليوم في اليوم الثالث من عمر مهرجان التسوق 2022 للاروع دائما، كمان شركه مشكاه. شوفوا شو الاشياء الحلوه اللي عنده المميزه. باختصار شو رايك في اليوم الثالث من عمر المهرجان؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين على كل حال في جنين. اولا بنقول الرحمه لشهدائنا اللي اسسوا في جنين، ورغم كل شيء جنين زي ما بنقول دائما عصيه ستبقى عصيه وواقفه وصامده، وان شاء الله الخير من ربنا والنصر قادم ان شاء الله رب العالمين بدايه. ثم بنقول في اليوم الثالث مهرجان طبعا الحضور مش زي المعتاد بسبب طبعا الظروف القائمه حاليا. بنكون ان شاء الله ربنا الحمد لله على كل حال وربنا ييسر الامور. احنا هنا طبعا هنا احنا هنا بنشتغل بنعمل الدبس، هذا دبس رمان طبيعي، وفي عندنا كمان عسل طبيعي، ما فيش عندنا سكريات، ما فيش عندنا مواد حافظه، بنشتغل في الموضوع هذا ان شاء الله انه لقدام الوضع بصير احسن ان شاء الله. تعالوا على جنين، رغم الوجع والالم احنا مستمرين بالحياه وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه. الرحمه كل الرحمه لشهدائنا الابرار ومستمرين. شركه عطارد، يعني طلعنا على المريخ من كوكب الارض انطلقنا لعطارد. طيب شو اليوم التالي، شو رايكم يا عطارد؟ والله مهرجان من اروع ما يكون، واحنا مبسوطين كثير بالتجربه هاي بالمشاركه في مهرجان زي هيك، ومهرجان وطني بامتياز. امتياز بوجودكم كمان والشركة. الله يسعدك، شكرا لكم. لكم التوفيق. طحين الفلاح اكسترا الافضل في صناعه كافه انواع المعجنات. بيتزا والفينو والباجيت. ما خليتنيش اكمل منها.
ما خليتنيش اكمل على البث المباشر. عجينه بيتزا فينو والباجيت والخبز الفرنسي، ما لكم الا طحين الفلاح اكسترا، يعني شو اكسترا؟ توب يعني. اشكركم. جنين جنين عصيه وستبقى عصيه، وسنواصل المشوار كمان يا عم. الفحم 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 الاصلي، شوف شوف يا مجد، الفحم الفحم، طلع 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 الفحم الفحم. جوز الهند نيالكم، يلا ارجلوا براحتكم. تعالوا مشاهدينا متابعينا كمان هون، شو بدنا نحكي اليوم؟ مرحبا، شو بتعمل قاعد؟ انا بعمل بوز عصار. بوز عصار، شو رايك في اليوم الثالث من المهرجان؟ بجنن بجنن، والجو بجنن، وانت اللي بتجنن. انت اللي اشكرك اشكرك. اذا جنون، عالم جنون ومجنون، والجنون فنون يا جماعه. حلو انه نعيش اللحظات الجميله مع مهرجان كريب. يا عين على الكريب، انا هذا الزلمه بحبه، بحب الكريبات تبعته. وقبل شويه ليش الكلام الحلو بيطلع معي؟ لانه اكلنا من عنده شويه كريب اشي من الاخر. مجد بيضحك ومبسوط لانه ما ذاكوش راحت عليه. مش مشكله، في انه وجبه بعدها، يا تخافش مشيها. دائم الدعم، دائم يعني الدعم، مش الاتحاد الاوروبي بس بدعمنا، وهون بدعمونا الكريب. شو بتقول في اليوم الثالث من المهرجان؟ ما شاء الله الاجواء كثير حلوه، يعني ما شاء الله مهرجان كتير يعني رائع مميز كمان، وفي ناس حضور. واليوم السبت، اليوم السبت، اليوم قبل الأخير، يلا تعالوا. وبكرة شوب راح تبرد بالليل، يوم الأحد الختام، فعشان هيك تعالوا اليوم وبكرة، ومستر كريب معاكم دائما. جاهزين وعلى استعداد. ما تخافش بعدها، بعد بعد بعدها تخافش. شكرا لك يا مجاهد. تعالوا معنا بالأجواء الحلوة كمان. شركة برهان العتر، باختصار شو رأيك باليوم الثالث من عمر المهرجان يا دكتورة؟ إذا متذكر أنعم. أيوة صحيح. تحياتي أولا للجميع، ما شاء الله يعني. الأدوية اللي معكم اللي ما تعطينا ما يكونش عندنا زهايمر كمان، يعني عشان هيك متذكر الأسماء. صحيح. لا ما شاء الله عليك، لا ما شاء الله فعاليات مميزة ويوم مميز إن شاء الله. إن شاء الله إنه بالتوفيق للجميع. كمان زورونا هنا بالزاوية تبعتنا وشوفوا منتجاتنا، منتجاتنا طبيعية علاجية طبية، إنتاج شركة برهان العتر وأولاده للتجارة، وأهلا وسهلا بالجميع. شكرا لك يا دكتورة. سلمونا على الدكتورة نجلة والدكتور محمد العتر البوست تبعهم. يلا تعالوا معنا مشاهدين. شوف حلوات العنبتاوي، أنا لما بوصل العنبتاوي بدوخ، عارفين ليش؟ لأنه العنبتاوي لما الواحد بروح بدور على الأصل فبلاقي مين؟ عنبتاوي، حلوات العنبتاوي الأصل. امبارح ذبحونا بالكنافة الإسطنبولية، يا الله يا الله. شو يا شيخ؟ تعال هنا، مش قادر أدخل لجوا. آسف يا مجد، آسف آسف. تعال يا شيخ، يعني أنتم مسكرين علينا بكل الحلو. في اليوم الثالث شو بتقول في المهرجان باختصار؟ مستمرين ان شاء الله بالفعاليات، ومستمرين ان شاء الله بترحيبنا بزوارنا، ويا رب يكون لنا دور كبير ان شاء الله يعني في تقديم كل ما هو ممتاز وجيد ان شاء الله في اللي عهدتمونا عليه، وكما يعني عهدناكم ان شاء الله باذن الله انه نقدم الشيء المميز ان شاء الله باذن الله. اشكرك. شوفوا 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 السحر، شوفوا الشغلات الحلوه اللي حلوات عنبتاوي اصل الحلو. ضلكم تحلوا من عند حلوات عنبتاوي، مناسباتكم السعيده وافراحكم التوجيهي، اللي بده يطلق اللي بده يتجوز برضه من حلوات عنبتاوي يا جماعه. تعالوا معنا شوفوا الاجواء الحلوه. عالم الاراجيل البرقاوي، مركز المدخنين، يا عيني يا عيني. البوادي، يا بوادي كيفكم؟ حياك الله. شو بتقولوا في اليوم الثالث من مهرجان التسوق باختصار؟ باختصار ما بدنا نطول لانه هاي جوله عامه للناس. بنرحب بكل الناس وبندعو الناس انها تضل تيجي على المهرجان لانه شيء مرتب. على مين يجوا كمان؟ المهرجان عامة واحنا منهم. ايوه قول مين هو؟ طبعا البركاوي مع شركة البوادي. يا عيني عليك، اشكرك اشكرك. طيب تعالوا ارجلوا براحتكم، والله في شغلات كثيرة انا يعني بقدرش اصيبها، بس طب تعالوا معنا ولع الدوري. شوفوا هنا يا جماعة، هون وين فيش حدا هنا، هون بس حاطين لنا موز واناناس وبطيخ طيب رح نجيكم لاحقا، راحت عليكم يعني الاشي الحلو يعني اهم شيء المهيتو. كان لي 10 كاسات او 30 مش عارف قديش، ب3 شيكل عملنا عرض، والليلة في عرض عندكم صح؟ استنوا العرض يا جماعة. يسعد أوقاتكم يا مناصرة. العالم الهندي هون، احنا جبنا كشنا هي زندقي تارياتو ستانا هون، الهند اجت عندنا يا جماعة. مساكم يا جماعة. ولا فيش، انا بعرف هندي، بعرف درامندرا ميتابتشان صاحبي ميتابتشان يعني وشو اسمها هي شحبور شحبور ولا شو اسمها نسيت شو اسمها. طيب شو بتقول في اليوم الثالث باختصار؟ ان شاء الله يكون يوم منيح، وان شاء الله يكون في ضغط في لنا في المعرض، مع انه هي بلشت الحركه صارت يعني امبارح. ان شاء الله الله يهونها على المدينه لانه فعليا الوضع صعب كثير، ربنا معنا. وبنحكي رساله لازم تكون موجهه، انه جنين صامده
بكل طوائفها صامدة، بكل كوادرها، بكل تجارها صامدين. بندعو برضو عرب الداخل، وما في عنا مشاكل، ما في عنا دوشة، زي ما وصلهم أخبار إنه في دوشة وجنين مسكرة والمعابر مسكرة. لا يا عمي، هينا فاتحين، تفضلوا شرفونا في جنين وفي المهرجان، يتعرفوا علينا ونتعرف عليكم. أشكرك. شركة جودة أكبر للتحف والمفروشات العالم الأرقى، وكفي إنه يدوي. أهلنا في الداخل، تعالوا، كل المعابر فاتحة، ما تردوا على الإسرائيليين اللي بحاولوا. جنين عصية وستبقى عصية وقوية أمام المحتل الإسرائيلي. تعالوا، منتجاتنا الفلسطينية الأروع هون. تعالوا شوف الأجواء. شو هون عندنا؟ كاميلو ولا شو؟ كاميلو. يلا باختصار أعطيني شو رأيك في اليوم الثالث من عمر المهرجان. مساء الخير. من أروع المهرجانات اللي صارت منطقة الشمال، منطقة جنين بتستاهل هيك حفل وتقييم رهيب للمهرجان والقائمين عليه، وكل الفعاليات كانت ممتازة وراقية جدا. منقول يا جماعة الرحمة لشهدائنا الأبرار، والأكرم منا جميعا. احنا صامدين، وقصتنا وحكايتنا مستمرة، ورسالتنا موجودة، واليوم المهرجان هو تحدي والعرس راح يستمر. شكرا لك. تعالوا معنا مشاهدين متابعين، مكملين بهالأجواء الحلوة، بحلوا قاعدين في حالهم وناسينا. شونا الحمارشي للأدوات المنزلية، يا حمارشي كيفك؟ الحمد لله. منو حمارشي فيكم؟ كلنا حمارشي. كلكم حمارشي؟ طب انا صرت حمارشي مش عناني يا عمي، خلص وقعت بين الحمارشي. شو اليوم بتكون في اليوم الثالث من هذا العرس، رغم كل الاجواء المؤلمه، الا انه احنا مستمرين في الحياه، وخاصه حمارشي اليوم. والله اول شيء بنتشكركم على جهودكم المبذوله على توصيل الفكره. تسحجي خلصني. وصلت كمل. والحمد لله. كيف الوضع العام؟ شايف ما شاء الله رجعت، والحمد لله. الحمد لله مستمرين. مستمرين الحمد لله. مستمرين، واحنا بنحبك. واحنا بنحبكم. احلى حمارشي. اشكرك. ادوات منزليه عند الحمارشي يا جماعه. تعالوا نشوف هنا، نشوف منظفات الجليل. يا جليل، واي جليل، من الجليل الى جنين، الجليل الى جنين، وصامدين رغم كل اللي بصير، صامدين من جنين الى الجليل على الجهتين. صراحه احنا مقر الشركه جنين في الصناعيه، وبهذا المهرجان حابه ارحب فيكم. شكرا لتلفزيون الفجر وللمشاركين بالمهرجان، وكمان لكل اللي عم يجوا بيشاركونا بمشترياتهم من الزاويه. واحنا بنقولكم تعالوا رغم اللي بصير في جنين، احنا مستمرين بالحياه وصامدين في وجه المحتل، مستمرين وصامدين، وزاويتهم حلوة. شركة منظفات الجليل رائعة. أشكرك، شكرا لك. تعالوا معنا شوف الناس اللي ظاهر. أيها الظاهر، احنا ما فيش عندنا مخبى يا جماعة، كله ظاهر عندنا يا جماعة. مع شركة الظاهر كل شيء ظاهر وكله باين علينا. اليوم الثالث باختصار، شو بتقول في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ اليوم الثالث يعني احنا بنستنى باليوم الثالث. عندنا كمان مجموعة عروض خاصة اليوم رايحين نخصص فيها هذا اليوم، واليوم وبكرة كمان وبعد بكرة إن شاء الله، ومجهزين كتير مفاجآت لكل زوار. تحكيهاش، خليهم عشان يجي. تحكيها مفاجأة اسمها. تعالوا عشان نشوف المفاجآت. اسمها مفاجأة. إحنا بنستناكم. احنا بنستناكم مع شركة الظاهر يا جماعة. تعالوا معنا مكملين في هالجولة الحلوة والرائعة في اليوم الثالث من عمر مهرجان التسوق 2022 في جنين. حتى الكتاكيت عندنا جايين. شوفوا بارجيلو. ايش يا بارجيلو، انت بتهر وين ما بروح بتهر بنتي؟ طب شو رأيك في المهرجان؟ الحمد لله بجنن ما شاء الله. مين جاي انت؟ انا مع كوكاكولا. مع كوكاكولا حاضر اليوم. كربع وكوكاكولا، كوكاكولا الاصل يا جماعه. شو بتقول اليوم في اليوم الثالث من المهرجان؟ كوكاكولا. والله كل شيء تمام وبجنن. تعالوا افتحوا. ايش؟ كوكاكولا. شكرا لك. برجلو، يا هلا. شو اخبارك؟ طمنا على اليوم الثالث من عمر المهرجان. كثير جميل. جميل. جميل جدا. انت الاجمل. الله يسعدك. شو كلهم؟ يا عيني لما توقع بهالزاويه ما احلى. طيب تصني طصه هيك يا زلمه، تصني طصه يعني، طلعوا الروائح الجميله والرائعه جدا. اشي برجلو. بارجيلو سامز بيعطيك صورة المنتج. يعني اسمعوا بطص فيها طصة بتطلع خالصة. والله براو عليه، اعطاني هدية حلوة. طيب اشكرك وبارجيلو، تعالوا على العطور الاجمل والاروع، شوف هالاجواء الحلوة. شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق. طيب تعالوا معنا بهالاجواء الحلوة. شوف ماله مهربوا. روان، يا عين على روان، وينه؟ مرحبا. انت روان بحالك؟ اهلا وسهلا. انت كلك روان؟ انا روان. روان، يعني كل هذا باسمك؟ نعم صحيح.
جيبوا لنا الترك الروحي يا جماعه باسم روان. لا لا طب روان، اليوم الثالث من عمر المهرجان، رغم اللي بصير عنا والتحدي والاحتلال وشهدائنا الابرار الاكرم منا جميعا، الا انه صامدين ومستمرين وجنين عصيه، عشان هيك راح نضلنا موجودين. شو بتقولي في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان، كيف شفت الاجواء؟ بداية الله يرحم شهدائنا اللي استشهدوا مبارح، إن شاء الله إنهم مع الرسل والأنبياء في أعلى مراتب من الأكرم منا جميعا إن شاء الله. نعم، بداية اليوم الثالث على التوالي كان جميل حلو، منرحب بأهالينا من أهل الداخل زيارة مدينة جنين، في زيارتنا إلنا هم في البوث لشركة روان. نتشكر مدينة جنين واللي كانوا مسؤولين، الغرفة التجارية، الغرفة التجارية تحديدا والمسؤولين عن إقامة هذا المهرجان في دعم الشركات الوطنية والشركات إنها تساعد الشركات إنه تقدم منتجاتها للمواطنين. نعم صحيح، وإنه المواطن يجي يتعرف على إشي جديد هو وطني وجديد. وخلال فترة المهرجان إذا أنت ملاحظ الكل عامل عروض لحتى يستهدف فئة أكثر، إنه نعوض الأيام اللي تضررت فيها الاقتصاد على مستوى المدينة تحديدا. طيب أنا بدي أحكي لكم شغلة واحدة كمان مشاهدين ومتابعين مع روان، إحنا واقفين مع روان اليوم في عالم المحارم والشغلات واللفافات الجميلة والرائعة والناعمة والمميزة وأسعار، في عنا الليلة معركة كبيرة جدا لأهلنا من الداخل في كل محافظات الوطن. تعالوا اليوم السبت، اليوم قبل الأخير وبكرة الختام، تعالوا في عنا مسابقات وجوائز وهدايا وكمان عروض وخصومات كبيرة جدا، ولا تنسوا روان، طلع روان كل شيء عندها ايش رائع جدا. شكرا لك روان، تعالوا معنا مكملين ماء الذهب. يا سلام، كل شيء حلو هون ما شاء الله. مرحبا، كيفك؟ حياك الله. اول شيء شو بتقولي في اليوم الثالث باختصار؟ شو رايك؟ اهلا وسهلا فيكم بمحل ماء الذهب، شرفتونا. احنا عندنا هون بنقدم لكم اكثر من تصلوا شوف شيء حلو ولا مش حلو. بنقدم لكم اكثر من 40 نوع عطر، تصل المصور اكثر من 1800 نوع عطر تركيب. طبعا هون اللي موجود تشكيله خفيفه. نعم، حاليا مدير المحل مش موجود، هسه برجع لك. انت المدير هسه، انسى المدير غايب، انت المدير. بالضبط، حياك الله حبيبي. طيب نتمنى لكم التوفيق في اليوم الثالث من عمر ايش؟ مهرجان تسوق 2022، مستمرين معكم يعني من هون لنخلص المهرجان بنكون نصحنا. يا مجد يا سلام يا سلام، جولد بلاك بلاك اند جولد، مرحبا. يا هلا يا ميت. وين جهاد عندكم؟ طاشش. جهاد جينا عليك وطلقناك طاشش يا حبيبي. طيب شو بتقولي في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان بشكل عام؟ ما شاء الله، أول إشي يعني المهرجان ما شاء الله كتير مرتب، تنظيم، شيء يعني فخم. بس بدي منك شغلي. إيش هو؟ تطولي شوية. هاي صعبة. هاي صعبة، شكرا لكم، يعطيكم العافية، تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا مكملين الأجواء. شركة بالفود الغذائية يا عيني، يا جماعة يعني إحنا ثلاث أيام نصحنا فيها من المواد التموينية والشغلات الحلوة الزاكية، فود يعني عن جد، شو رأيك باليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ تحدي للاحتلال رغم كل اللي بيصير حوالينا، من ان كلهم مستمرين وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه، وجنين عصيه عصيه عصيه. احنا صامدين هون ان شاء الله، متواصلين وكل شيء تمام الحمد لله، والتنظيم ممتاز والاقبال اليوم الثالث رائع ان شاء الله. وانتم رائعين جدا، وانتم الاروع معنا دائما. تعالوا معنا شوف الاجواء الحلوه يعني مميز. شو بتصورتيني؟ طب شكرا لك. طيب تعالوا معنا، ما شاء الله يعني جد اجواء رائعه جدا. سكوب رائع جدا. اليوم الثالث من عمر طبعا مهرجان جنين التسوق، توقفنا يوم بسبب الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار الأكرم منا جميعا، لكن من كل الاحتلال إحنا مستمرين في مدينة جنين في تحدي وجنين عصية على كل ما يمارسه الاحتلال ضدنا. شو بتقول في اليوم التالي؟ والله احنا مستمتعين جدا بالاجواء اليوم، وبنشكر اكيد المنظمين كلهم على المساحه الكبيره اللي كانت اليوم. انت بتحس حالك بمهرجان خضار وعروس. عروس 100%. بس اللهم لو انهم الشوب شوي شوي، كمان شوي بروح الشوب، بروح الشوب ومن زخرة تتخافوش. تعالوا معنا، شكرا لك، شكرا. طلع العالم بافاريا يا عين على البافاريا، مرحبا يا بافاريا. احكي مع هاي، طب صبوا لي شيء بالاول قبل ما احكي مع حدا عشان اقدر احكي معاكم، لازم نشرب شيء ونستمتع بهالمهرجان. انت بتصبي وهي بتحكي عنك. تعالي. شو بتقولي في اليوم الثالث؟ شو بتقولي للناس؟ قولي لهم تعالوا عنا اليوم الثالث من عمر المهرجان او قبل الاخير، وتعالوا رغم اللي بيصير في جنين احنا متحدين. شو قال لهم؟ والله ما انت عارف شو تحكي، كلها لغشتك مش عارف تحكي. طيب اشكركم، تعالوا على بافاريا. يا الله بردت علينا. تعالوا يا عيني، ما شاء الله. تعالوا. انا اخذت دورتين يا جماعه، هذيك المره طلعت لي دورتين هنا، بدي اشوف شو بتطلع لي. ممكن هو
الباطل عليك اللابتوب كله. طيب اشوف بدي اروح على العقبه. خلاص بدون ما تلف بدون عقبه. لا يا عمي بدي الف واشوف نصيبي بالنص. هون كسرت الشله يا زلمه. انا عارف مش راضي. انا زلمه مش ناعم. انا زلمه خشن. نشوف شو حظنا. يا شوف جالاكسي للتدريب عنوانكم جالاكسي. عن جد بتطلع ناس سوبر ولا منهم. ايه مخيم صيفي. طيب بروح انا وياك وانت بتلعب في الالعاب تبع الطابات واحنا بنكمل الباقي. طيب شكرا لجالاكسي للتدريب. تحياتنا لكم. قصراوي الخلايلي مكتحمين المهرجان. يا عين عليكم يا عين. القصراوي بيعمل شغلات حلوه. شوف شوف القصراوي. طبعا باكج عملناه خصوصي بس منشان معرض مهرجان جنين للتسوق. وبنتحداكم يا احتلال انه صامدين على جنين. طلع طلع طلع. شوف بعدين شوف المنتج الوطني. طلع شوف 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 طلع هون. هذا طبعا خصوصي لمهرجان التسوق في جنين. يا سلام احلى ناس احلى ناس. انا بديش اقول قصراوي، ممكن اقول ايش ثاني؟ تفضل اصراوي. اشكرك اشكرك. تعالوا معنا بهالجوله الحلوه، جوله اليوم الثالث من عمر مصنع ومطاحن النصر. ان شاء الله بيجينا النصر والنصر قادم باذن الله. النصر قادم على الاحتلال. شو يحرق ديخ وزعترات من يوم ما جينا وهو حاطط هني انا اكلت منهن اول يوم. بس لا هو بتجددن حرام. هي ولا رد اعمل نفس اللقطه يا مجد، نفس اللقطه عملتها هذيك المره. هاي التراث، هاي التحدي، التراث تحدي. يسعد مساك. قالوا لنا نحكي معاه. القائد الاعظم. يعني انتم النصر اليوم شو بتقولوا في اليوم الثالث؟ احنا بنقول للمواطنين اليوم الثالث تفضلوا زورونا على في مهرجان جنين للتسوق، وان شاء الله في عروض منيحه وجربوا بضاعتنا وتواصلوا معنا. تعالوا في مسابقات وجوائز وهدايا وعروض كمان رائعه. شكرا لك. عروض مشاحين يلكوها برا من هون. كلكم في المهرجان بس تلكوها بالمهرجان. تعالوا النصر للنصر. جايين 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 كل الزوايا، جايين كل الزوايا. شركة شمس يا عيني لما الشمس تشرق علينا. الشمس بتشرق الصبح هنا وبتشرق المساء. شو كيفك؟ الحمد لله. شو رايك بالمهرجان؟ والله حلو. بس حلو؟ شي حلو هنا، كل شي حلو، كل شي حلو. من وين انت؟ من جنين. من جنين يا عيني. جنين حلو بناسها كمان صح؟ يا عيني. شو اسمك انت؟ ماسا. ماسا. شوف الماسا نروح على شمس الشام. شمس الشام يا شمسنا كيفك؟ حامل له كرسي ورايح فيها. يوسف انت يوسف صح؟ لا صحيح. والله متذكر معيش الزهايمر انا. يوسف في اليوم الثالث باختصار شو بتقول؟ بنقول انه الحمد لله رب العالمين الامور بخير وفي بوادر خير، وان شاء الله انه بيعم الخير يعني متفائلين وبنتامل انه يعم الخير على شعبنا الفلسطيني وعلى الامه العربيه والاسلاميه وعلى العالم اجمعين ان شاء الله رب العالمين. يا رب يا رب. يا جماعه شمس الشام ادوات منزليه وفي عنده عطور ومعطرات خليجيه رائعه جدا، فتعالوا على شمس الشام اللي بتشتك الصبح وكمان بتشتك في الغروب كمان يعني مش بس بالليل. طيب بصريات حمد. يا سلام بصريات حمد. انا لبست النظاره هذيك المره. لبست مرحبا اهلا وسهلا. هذيك المره لبست النظاره هي نفسها والله يمكن نفسها بس مرحبا. لا والله شايف كيف انا كيف والله. سيلفستر ستالوني صح؟ يا مجد سيلفستر ستالوني ولا كيف؟ بدي اعمل مقابله بالنظاره. مرحبا اهلا وسهلا. بصريات حمد شو رايك باليوم الثالث من عمر المهرجان؟ لا والله حلو، الاجواء كثير محمسه بس لولا الشوب يعني. بس الشوب مقدور عليه. الحمد لله احنا قادرين على الاحتلال. بدناش نقدر على الشوب يا بنت الحلال. اهلا وسهلا. شو يقول الناس؟ تعالوا تفضلوا تعالوا 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 تعالوا, تعالوا. هاي نظارتكم شكرا لك. طيب تعالوا معنا مشاهدينا مكملين بهالجوله الرائعه جدا. ماسا احلى ماسا. شو هنا؟ شركه صلاح التجاري لصناعه المواد الغذائيه. يا عمي مجد يعني من هون ما نخلص الجولة هذا الكرش بده يصير هيك نافخ. الله يعيننا الله يعيننا. مرحبا. مع مين نحكي احنا؟ مع مين نحكي؟ اللي بدكم اياه. انا كي 1 2 3 حضرة بدرة مع حضرة. حياك مرحبا. اهلا فيك. الله يسلمك. شو اليوم الثالث شو رايك في مهرجان التسوق؟ ما شاء الله يعني الحركة ممتازة والناس يعني في اقبال وفضل الله يعني منتجاتنا الحمد لله مميزة والبوت عندنا يعني الاقبال عليه ممتاز فضل الله. يسعدكم ويخليكم واحنا صامدين على الارض رغم كل اللي بصير. تعالوا على جنين مهرجان تسوق اليوم السبت اليوم قبل الاخير. اتمتعوا مع شركه صلاح التجاريه المميزه. تعالوا 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 شوف يا عيني يا عيني يا عيني قفص. اوه مين اللي بيحكي فيكم؟ ايوه طب قوم وقف يا زلمه. خليك هذا صديق وصاحبي. صديق وصاحبي هذا صديق وصاحبي. انا عندي كلب هاسكي. نفس هذا كلب هاسكي صح؟ يا ماسا بس لا هذا هاسكي هذا هاسكي بس محنطينه
طيب شو بتقول في اليوم الثالث من عمر المهرجان؟ يعني ما شاء الله. تعالوا تعالوا أهلا تعالوا ضايل اليوم وبكره تعالوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم. دائما عنوان وعناوين كبيره جدا في مهرجان تسوق. شكرا لك. في هذا البث المباشر مشاهدينا ومتابعينا كوكا كولا الرائعه راح نجيهم كوكا كولا. الغزال وما ادراك ما الغزال. رحنا من الهسكي يجينا العالم الغزلان يا جماعه. غزالين قصدي احنا بنقول غزال والغزالين. هي انا قلت لكم امي شو اسمه حممتني بهاي الكيله تبعت لها طول حياتها وهو تشتغل غزال بس حممتني فيها برضه. الكيله كان يستخدمها للحمام والليفه وهرتني وجسمي يصير احمر احمر من الليفه كمان وبالكيله هاي. الكيله لا تصدي بكبوها ويجيبوا غيرها. طيب الغزال يا جماعه خليكم مع الغزال السمنه اللي فعلا مرتبه وعالميه. تعالوا معنا نكمل مشوارنا في الجوله. شوف شوفوا بلو بلو يا بلو. وين بلو؟ ايش يا بلو؟ كيفك؟ كيف امورك؟ للبث المباشر شو رايك في اليوم الثالث من مهرجان؟ لا اشي خرافي واشي بجنن والاشي سالك 100% كل شيء اخي. دمتم بخير. بلو بلو يا جماعه بلو. تعالوا الله يبليكم في بلو. يعني البلوه حلوه بس تعالوا تعالوا شوف يعني هيك قاعدين شوفوا العروض هنا. شوف شوف بلو اشكال متعدده اشي روعه. فبلو احلى بلوي بلو احلى بلوي. تعالوا تعالوا الثلاجه بتقول ايه مسكره من هون الطريقه مش تعال تعال مسكر علينا عشان قال ايش مسكرين عشان ما نروحش على كوكا كولا. لا بنروح على كوكا كولا زي ما جينا عندكم نيجي على كوكا كولا تخافش. طيب يعني كوكا كولا يا عين على كوكا كولا. انا في مصلح كوكا كولا يا جماعه يكفي اللوحه اللي عاملينها بالاستقبال. مين اللي بيحكي عنها؟ مين ملك الكوكا كولا؟ مرحبا كيفك؟ الله يخليك. احنا اليوم الثالث من عمر المهرجان. نعم. شو بتحكي لنا كلمه؟ شو رايك بهالمهرجان في اليوم الثالث خاصه كوكا كولا؟ على فكره ارجع لورا ارجع لورا بدي احكي لكم شغله. الولد الصغير بينزل من بطن امه ويقول توتا تولا يعني حافظينها. شو بتقول؟ طبعا جنين دائما صرح لها هيك مشاريع وهذا كان خطوه كثير ممتازه من غرفه تجاره وصناعه جنين بالتعاون مع شركات كبرى بالبلد. وهناك شركه كوكا كولا مشروبات وطنيه وشركه كانليا شركه البان. بنتشرف طبعا دائما انه نقدم منتجاتنا لشريحه واسعه من المستهلكين او الزبائن الموجودين بمنطقه جنين. منطقة جنين معروفة ب ضخ كوكا كولا قديش تسحب كوكا كولا بالضبط بسبب الطقس والحمل موجود طبعا دائما. لا ومش بس هيك كوكا كولا بتستحق كمان زائد. لا كوكا كولا هي براند عالمي يعني معروف يعني ما فيش في انت حكيت كلمة جوهرية ولا بينزل من بطن امه قلت توتا تولا كوكا كولا هو لحاله بس بتجيب مية زلمة كوكا كولا وجاهل البلد جاي. جيب له سبرايت زيرو في منتج جديد نزلناه طبعا خلينا ندوق منه. سبرايت زيرو كثير زاكي وهلا بنجيب سبرايت زيرو شيء جديد جديد. تعالوا نشوف سبرايت زيرو. شوف شو سبرايت زيرو من كوكا كولا زيرو كالوريز. استنى شوي خليها المي استنى شوي بس شوف سبرايت زيرو شي هاي يا سلام. على فكره سبرايت زيرو الطعم المقاوم والمتحدي كمان في جنين كمان صوروا تحدي مقاومه سبرايت زيرو بجنن اشي راقي ورائع. صح وعافيك الله يخليك اشكرك. تعال يعني اعطانا طاقه ايجابيه كمان نكمل مشوارنا. تعالوا معنا نشوف الناس في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان الحلو في مدينه جنين. وزي ما حكينا انه متحدين رغم كل اللي بصير حوالينا متحدين جايين ولكانديا. الزهراء يا زهراء مرحبا. اهلا وسهلا 100 مرحبا تمام الحمد لله. كل في اليوم الثالث من عمر المهرجان بنروح كيف الاجواء وكيف الناس؟ لا ما شاء الله بس هي شوب شوي لقيت بس تبرد شوي ما بتلاقي الناس كليتهم بيجوا. بس كيف الاجواء حلوه؟ الاجواء بتجنن بتجنن. تعالوا على الزهراء. اجواء مهرجان اجواء مهرجان بس تعالوا على مش اي مهرجان المهرجان وعلى الزهراء كمان يعني هذا شيء حلو. طيب شكرا لك. راح نكون معاكم مشاهدينا متابعينا لا تنسوا الليله معركه كبيره جدا معركه جوائز وهدايا ومسابقات راح تكون وعروض وخصومات. الزهراء مع الزهراء كمان راح يكون نشوف. انت لحالك بتلعبي؟ لا والله اهلا تفضلي. شوف 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 انا راح اضلني ازمر انا طول الوقت يا جماعه. هذول سلطات الغزال دابحيننا. طيب شوف سلطات الغزال واي سلطات. شوف والله قاعده حلوه. سريعا احنا سريعا راح اعطيك سؤال وانت سؤال مش سلطاتي. سؤال كيف المهرجان في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ اكيد بشكل عام يعني المهرجان من اليوم الاول بشكل نجاح كبير وسنه عن سنه جنين اكيد امالها بتتطور في مواضيع المهرجانات فان شاء الله باليوم الثالث احنا بنتوقع العدد يكون اكبر من اليومين اللي فاتوا
أكيد النشاطات برضو راح تكون في نشاطات جديدة عند باقي الشركات المتواجدة هون، وإن شاء الله بنتأمل إنه يضل على نفس النجاح لآخر يوم. إذا بدكم تأكلوا سلطات زاكي، كل شيء زاكي، سلطات الغزال، يعني بتحكي عن الغزال، يعني غزال مربوط في السلطات، فبالتالي كل شيء زاكي زي الغزال. طيب شو بتحكي في اليوم الثالث؟ أنت أذكى يا منتصر. أنا أذكى ذبحني يا زلمة، بدي أكون منتحر من فوق تنكي. طيب شو تقول في اليوم الثالث؟ والله الحمد لله كل أمور طيبة، كل المشاركين رائعين، إدارة المعرض كانت ممتازة جدا، من المنظمين من أبو كميل لباقي الفريق شبابه، الحمد لله كانت الأمور كثير ممتازة. بطلت أهل جنين، أهل الصمود، أهل النضال، فالحمد لله لحد هاي اللحظة أمورنا طيبة إن شاء الله. قوينا. شكرا لسلطان غزال، بس انا بدي اذكركم مشاهدينا ومتابعينا انه احنا من كل الاحتلال احنا اكبر منكم، وجنين عصيه وصامده متحديه، وكل الشركات الموجوده هي تتحدى رغم كل الالم اللي حوالينا هناك على هذه الارض ما يستحق الحياه. مستمر، شكرا لسلطات الغزال، دمتم بخير، وسنكون واياكم. تبعت الحديد مجننتني اللي هون اللي عندكم، هذه تبعت اللي بتغني وبترقص، انا مش عشان هذا بحب اسمع الصوت بس بدي اضلني هيك. فزت ولا لسه؟ وصلت. ألف. ألف جربها مش حتندم. محلاكي وانت قايل هيك. طيب شكرا لك. تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا مكملين بهالجولة الحلوة في اليوم الأحلى والمميز. لما بتيجي بتيجي وين؟ على البريق. وين مسطح؟ خليني نروح على كانديا وبرجع لكم. يلا يلا كانديا، في عندهم إشي؟ هو أنت بس لحالك وأنا كمان خلينا بورد شوية. يلا تعالوا معنا كانديا. يعني كانديا بتحكي لحالها يا جماعة، اليوم الناس كلها هجوم على مين؟ على كانديا. كانديا أنا بموت على الشميل تبعها، الحليب أنا بطبيعة الحال بشربوش، يعني مش قصة لأنه كانديا بحبش الحليب، بس أنا بموت على كانديا، بس أنتوا كل شيء بتحبوه أنا الشميلة عندي زاكي. طيب مرحبا يا كانديا. حياك الله. ايش اقول اسمك كانديا؟ شو رايك في اليوم الثالث من عمر المهرجان؟ لا ما شاء الله، يعني الاقبال واضح ومبين، يعني ما شاء الله محمد، يعني ثالث يوم وكل الناس قاعده تيجي تتعرف على الشركه وبتسال عن الاصناف وبتسال عن الاسعار، في كثير حتى اقبال يعني اليوم. ان شاء الله جنين دائما صامده، وكانديا موجود اليوم معنا في المهرجان في اليوم الثالث. من كلكم تعالوا، اهلنا في الداخل الفلسطيني بقولوا لكم الاحتلال انه المعابر مسكره مش مسكره، تعالوا زوروا المهرجان، واهلنا في الداخل وفي كل محافظات اليوم قبل الاخير وبكره الختام، تعالوا زوروا اكبر مهرجان، واليوم مع مين بيحلى؟ مع كانديا. يلا تعالوا معنا، اشكركم، شكرا لك مجد، انا ملحق عليك اكثر منك صح؟ بهمش تحملني، انا هيك سريع عشان اعطي الفرصه لكل الشركات تكون معنا اليوم. شركه البريق بتلمع يا عيني، حتى امجد بيلمع، هذا سببه ايش؟ كله منظفات البريق يا جماعه الخير. البريق، المراه اللي ما عندها بريق، ما اسم بريق في بيتها، هاي مش مرة، لازم تطلق لك اصلا، صحيح امجد؟ اوعك اوعك اتورط ماشي يا عم. البريق لازم المرة تكون عندها، ولا مش موجود في البيت والله بتطلق. لا 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 احنا لا مع المرة، الله صلح مع الزلمة، هسه من وراء الكواليس ايش ثاني؟ احنا اخوي منتصر اهلا وسهلا بك، ويعني اليوم احنا عنا بدنا معك نعرف المشاهدين على مميزات بعض المنتجات بإيجاز، لأن احنا عاملين جولة عامة، جولة سريعة سريعة. يا دعاء مروجتنا العظيمة، دعاء تعالي يا دعاء اعملي لي رجاء، ما تكونش مروجتنا، مش منيحة كلمة مروجتنا. مروجتنا مش منيحة تكون مروجت. مرحبا اهلا يا هلا. طبعا هي قبل هالمرة ما قدرتش تحكي، هربت، بس اليوم ما شاء الله ماخذ نفس قوي جدا. اول شيء باختصار، كيف البريق ومنتجاته سريعا؟ ما شاء الله عليهم وعلى المنتجات، هي منتجات عن جد رائعه، وانا كست بيت انسى اني انا مروج وبشتغل بالشركه، لكن انا كست بيت بستعملها عندي في البيت، وهي عن جد منتجات صح. اصلا بتستعملها انت في البيت؟ زمان فصلوكي. لا اكيد بستعملها. اللي بيستعملش البريق كنا بروح. طيب هلا السؤال، قديش عدد المنتجات بشكل عام عندكم في البريق؟ بتعرفي؟ بحدود ال 300 منتج. 300 منتج؟ ايوه. يلا ما شاء الله. يا جماعه ايش؟ مصنع ومستورد، اكيد اكيد. مشاهدينا متابعينا، الليله في معركه كمان مع البريق، اكيد اكيد في معركه، استنونا معركه الجوائز والهدايا والخصومات. دائما البريق، البريق ببرك، مش بس الذهب بيلمع، برضه البريق بيلمع. اشكركم، شكرا لكم، شكرا لك يا امجد، نلقاك. ايش ابو شرخ منور؟ عزيزة، عزيزة على قلبي، عزيزة عزيزة على قلبي، شوفوا الدجاج ولا يا حبيبي، خد صار يعمل لي زي الستات لما يعملوا على الفيسبوك هيك هيك، عزيزة على قلبي، عزيزة. طيب شو بتقول في اليوم
الثالث من عمر المهرجان. باليوم الثالث احنا كأنه اليوم الاول. أوه. الهمة عالية والنشاط والحيوية عالية والعروض دائما متجددة. يلا على عزيزة طبيعي اطيب اطيب. يلا عزيزة عزيزة على قلبي قال هيك بقول لك. يلا تعالوا معنا نشوف هون نخلة. نخلة بتلمنا كلنا. النخلة النخلة احنا بنحب النخلة يا جماعة. النخلة حلوة واصلا هي اصل بلادنا. النخلة النخلة الاصلية. اول شيء مين بده يحكي فيكم؟ مرحبا. هلا فيك. بتقول في اليوم الثالث من عمر المهرجان باختصار يعني ونخلة موجودة معنا. هلا وسهلا بالجميع. طبعا معكم محمد جراح شركة كسابري وكلاء نخلة. طبعا عندنا البوث هون برضو القسم الثاني. تفضلوا تفرجوا عنا منتجات قهوة نخلة. قهوة نخلة عندنا بجنين وبالناصرة وبكل الضفة وفلسطين 48 من حوالي 20 سنة وأكثر من 20 سنة. عندنا طبعا معلومة مهمة للناس. عندنا من الأصناف بالذات محافظة جنين طربوش أبو سلمة ونخلة. الثلاثة تابعين لنخلة. أغلب الناس ما بتعرف طربوش. البس طربوشك من نخلة. يلا البس طربوشك الحلو من نخلة يا جماعة. عرض برضو عرض سعر على الكيلو وبنعطيه برضو هدية كيكة فاخرة إيطالية معاها على كل حد بيشتري من عندنا. كسح كسح ما في عندهم مزح. كل يوم عروض. شكرا لك. صبينا لو سمحتي وبتصبي بس. لا لا احنا نحكي اشكرك اشكرك اشكرك. احنا راح ناخذ شفطه بس عشان ايش؟ عشان مساء. كيفك يا مساء؟ اشكرك بس عشان حلق يعني يمشي يمشي الحال ويسلك. مساء اروع مساء. شوفوا الاجواء الحلوه هون. زي ما حكينا لكم احنا بنقول كسبري. كسبري عنوان كمان. شوفوا الاشي الحلو. الرائعين طلعوا الشوكولاتات باشكالها والوانها. عنوانكم على جنين على طول. تعالوا على جنين اليوم السبت وبكره الختام. لا تستنوا عن جد في اغراءات كثيره. مسابقات وجوائز وهدايا وعروض من الشركات الرائده. نروح على الجبرين. تعال نروح على الجبرين. شوف حتى الصبايا ما شاء الله عليهم ما شاء الله. مجد حابب اني ارجع هنا صح؟ انا حابب ارجع. شو في عندكم؟ عندنا هون مشروب بازوكا. مشروب طاقه نازل جديد. بازوكا سامع يا اخوي؟ بازوكا على طول بالصميم. وعليه عرض طبعا عشان المعرض بشكلين بدل ثلاث. الخمسه ب10 والكرتونه بكون فيها 24 حبه ب40 شكل. طبعا هذا البازوكا استيراد شركه كسابري اللي هي موقعها اول الزبابده. في كمان بنستورد من شركة سيتي كافيه الايس كوفي بخمس اطعم مختلفة. في عنا الاوريجينال العادي، في عنا بالكراميل، في عنا بالبندق، وفي عنا بالموكا، وفي عنا كمان بالفانيلا. ونفس الشيء عليهم عرض. وبنقدر كمان من خلال العرض ندمج لكم مشروب البازوكا مع مشروب مع السيتي كافيه الايس كوفي. وبحب انوه كمان انه على الساعة 8 في عنا فعالية اللي هو انه اذا كل شيء بنص السعر. الوحدة بدأ بشكل بدل شكلين. وعرض الخمسة ب10 رح يصير بخمسة شكل. وإذا بتاخذوا صندوق بتاخذوا عليه كمان صندوق تاني فور فري. يا حلق ديخة محافظين الدرس والله. حافظتوا عن غيب والله في المدرسة ما هيك حافظتوا. شو رأيك؟ أهلا وسهلا. أنت تاني حافظ الدرس؟ نفس اللي لحن لحن. هنا عنا مشروب القهوة المثلج سيتي كافيه بخمس أطعم. عنا الأوريجينال والكراميل والفانيلا والموكا والبندق. بنصحكم تشتروا كتير زاكي. اختصرت طريق. بنصحكم تشتروا. تعالوا والليلة معركة معهم. شو أنت يا أم الشوكولاتة؟ يعطيك العافية. عندنا هون عرض على الشوكولاتة. عندنا هاي الشوكولاتة التوبس الفويل. هاي الأربعة هدول بخمس شيكل والتنتين ب10. وعندنا هدول التوبس برضو طعم ستيفيا اللي عندهم سكر واللي بيلعبوا رياضة وبيعملوا دايت. هذا كتير ممتاز لإلهم وكتير بيعطيهم طاقة. وهون في عندنا كمان بيكون بطعم الفيتامينات. وفي كمان هون باختلاف نسبة الكاكاو للناس اللي بحبوا الإشي المر. وفي هون كمان وفي هون كمان برضو الشوكولاتة للناس اللي بيحبوا الاشي اللي مع السكر مثلي انا طبعا. اي حبة من هدول على خمسة شيكل والتنتين ب10 والثالثة بنعطيكم اياها هدية مجانية. انتم ملاحظين ان اكثر بوث اخذ وقت واكثر ناس غلبونا حافظين حفظ. الحمد لله رب العالمين. اشكركم شكرا لكم. مين هنا؟ شركة سنابل النصر. وين ما نروح بنلاقي النصر يا جماعة. وين ما نروح بنلاقي السنابل. بنلاقي سنابل فلسطين النصر. شوفوا شوفوا الزيت والزعتر والشغلات الحلوة. اوه الزعتر الاحمر غزاوي. دقة غزاوية. دقة غزاوية باللغة الغزاوية بكل باللهجة الغزاوية. دقة غزاوية رجاء رجاء. ايوه ركز عليها وانا بحط فيها. دقة غزاوية. دقة يا سلام يا سلام حجي تعالي بالله شوف الدقه هالدقه. تعالي تعالي والله انت زي والدتي. ها حجي تعالي تعالي والله اللي اطعميك بايدي انا والله. دقه اللي اطعميك بايدي انا. انت زي امي زي امي والله. يلا طيب صحتين وعافيه ما شاء الله عليهم سنابل النصر.
السماك. تقول باليوم الثالث من عمر المهرجان، شو بتحكي لي؟ مهرجان حلو ما شاء الله، ويعني ويعني بالسلطه وفعاليات وكل شيء موجود فيه حلو، يعني سوق اجواء كل شيء فيه موجود يعني مرتب، يعني صلاه النبي. طيب نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، الله يسلمك. واحنا معاكم دائما، تعالوا تعالوا معنا بهالمعركه الحلوه. يا سلام. الشركة الإسلامية أخ الإسلامية أزكى شاب بتقول لي ماسة، يا عين عليها، هاي ماسة رفيقتي من أول المشوار، أزكى إيش يا ماسة؟ افتحي يا عيني ما أحلاكي. طيب أزكى إيش الإسلامية؟ لا إيش الحكي؟ ما بكفي حرام، خلي لغيرك. طيب تعال هون خليني أمرك، خليني أدخل عندهم، بدنا نشوف الإسلامية، خليني أمرك شوي عمو، وكل براحتك، أكيد إنه زكي شوي لو سمحت شوي. يا جماعة الجولة في اليوم الثالث من عمر المهرجان، الناس بلشت تيجي ما شاء الله. الليلة في عنا عروض وفي عنا مسابقات وجوائز وهدايا، فتعالوا. الإسلامية حاضرة بالشغلات الشهية، وفعلا انه حتى الطاقم طلع محلاهم، طلع والله مرتبين الطاقم ما شاء الله عليهم ما شاء الله. ايش يا انت احسن واحد، جهز لي اللي في اهلا استاذ. اول شيء يعطيكم العافية، يعني في اليوم الثالث من عمر المهرجان شو رسالتكم اليوم وشو رايكم بهاليوم الثالث من عمر المهرجان؟ اليوم الثالث زي باقي الايام الحمد لله مهرجان ناجح، والاقبال كثير رهيب في مدينه جنين، وان شاء الله يستمر هيك لاخر يوم في المهرجان ان شاء الله. كلكم تعالوا على الاسلاميه مهرجان تسوق 2022، ومن كلكم شغله واحده، الاحتلال قد ما عملت وقتلت وشو ما عملت، احنا صامدين على هالارض، وجنين عصيه عصيه، تعالوا على مهرجان تسوق 2022. شكرا لكم. عفوا. الاسلاميه صحتين وعافيه، صحتين وعافيه. لا والله لا والله، استنى خليك 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 خليك، انا بدي اطعميهم بايدي. تعال مجد، اذا ما بقدرش اكل على البث المباشر، اذا ذبحتني بس ارجع. مجد دير الكاميرا، دير، تفضحنيش. تعال. لا نزول. مين؟ أنا. يلا افتح فمك، افتح. ايوه. الاسلامية كيف؟ ايه؟ زاكي. زائي ألا. زائي ولا زاكي ولا؟ زاكي. زائي بقول لي زائي، طيب تعال معنا. هون مدخل الفعاليات للأطفال، مهرجانات ما شاء الله، مهرجان التسوق، يعني في الأطفال اليوم في حفلات حلوة جدا. ايش؟ عمو صابر، عمو صابر اليوم يا جماعة. شركة رشدي لأغذية الهلال أم الفحم، يا عيني مرحبا. أهلا وسهلا فيك. تمام الحمد لله. تعالي بالله، يا سلام، تعالي هيك، تعالي اقعدي هون، شوف الكحدة الحلوة. هم الهلال مرتبين يا جماعة، هم مرتبين اليوم. احنا في هالجولة الحلوة في اليوم الثالث، استقراء للناس، شو رأيهم بالمهرجان؟ الناس بلشت تيجي رغم الأجواء، رغم الوضع اللي في جنين، إلا إنه احنا مستمرين بالحياة وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، زي ما قال محمود درويش، واحنا صامدين على أرض جنين. مهرجان تسوق 2022، الهلال أنتوا الحلاوة كلها شايفكم. الله يسعدك. شو بتقولي باليوم الثالث من عمر الحلاوة المهرجان؟ حلاوة الهلال معروفة. نعم. لنا 35 سنة بالسوق. نعم. ما حداش بيجي على بوث الهلال ما بعرفش شو هي الهلال، بنعرفهم على أصنافنا الجديدة، وطبعا وجودنا بهيك معرض هو فخر للشركة، وفخر كمان إنه احنا نكون مشاركين بهيك مهرجان. شيء وطني، تعالوا. شيء وطني. لا للمنتجات الإسرائيلية، نعم للمنتجات الوطنية الفلسطينية الأصيلة، في بدائل ممتازة جدا، فتعالوا على الوطني وجربوا الهلال. وتسوقوا من جنين كمان. تسوقوا من جنين، ما احنا بنكون تعالوا على جنين، شو بتقول للناس؟ تفضلوا علينا. اهلا وسهلا. شكرا لك. الهلال وين في الحلاوي عندكم؟ وين الحلاوي؟ لا انا بدي شك في صغيري. لقمه كيف بدي افتح انا على البث المباشر يعني؟ شفتي لنا اياها نشوف. الهلال حاضره، الهلال حاضره. شوف يا جماعه لما بحكي على الهلال، حلاوي يعني وطنيه، فبالتالي عشان هيك انا صارت الكلام عندي بيطلع حلو. ليش؟ لان من حلاوه الهلال. انبسط البنك الاسلامي الفلسطيني، انبسط البنك الاسلامي الفلسطيني. البنك الفلسطيني الاسلامي الفلسطيني ماخذ مصرياتنا وبعطيه لغيرنا، بس بعطي جوائز وهدايا ملايين. طيب تعالوا معنا، اشكرك. تعالوا معنا مكملين معكم بالاجواء الحلوه. كن معنا شريك يا جماعه، ويكان مرحبا. حبيبي هلا هلا بيك. يعني اليوم شيء حلو، شو رايك باليوم الثالث من عمر المهرجان؟ اليوم الثالث يعني الاول كان ممتاز، الثاني احسن، واليوم ان شاء الله نتامل يكون احسن واحسن. كيف اجواء هي الناس ما شاء الله بلش ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ان شاء الله. شو بتبيعوا عندكم انتم للناس؟ احنا شركه ويكان ننتج منتجات بيتيه، يدويه، حرفيه، ومواد غذائيه، ومنتجات عنايه بالبشره. شوفوا يا جماعه، اشكرك
اشكرك. احنا بالبث المباشر شوف الاجواء، ما شاء الله ما شاء الله، يعني مغريات كثير اليوم، مغريات دبحتونا. انا نصحت 3 كيلو 4 كيلو من ما جيت على المهرجان، الحمد لله رب العالمين. فما بالكم في ويكان، كل شيء طلع غذائي صحي موجود عندهم. ويكان حتى اسمه ويكان حلو. يلا مجد، بدك تخفيف هسه وزن ان شاء الله. طيب تعالوا معنا عند ابو حربي عايش. ابو حربي عايش من احلى الحروب اللي خطناها. ابو حربي عايش، يا سلام، خليني اجي لكم. تعال تعال تعال، بدك تهربي؟ اهربي. ايوه انا بعرف، انا احنا انا هدفنا نهجج الستات. اول شيء شو رايك يعني في اليوم الثالث وانتم كطحينيه وحلاوي؟ شو احنا نصنع ابو حربي عايش؟ من اقدم المصانع في نابلس اكيد، هي ما في نقاش، حافظين على ظهر الكلب، ومن ازكى الحلاوه والطحينه، هاي حافظين على ظهر الكلب. بس شو رايك بتقول للناس اللي اليوم 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 قبل الاخير، شو بتقول لهم؟ المهرجان كثير حلو. محلاه ابو عايش موجود ومش حلو، مالك يا زلمه؟ مالي كله حلو، حلو ما ابو عايش هول كله حلو. حلو حلو المهرجان، حلو المهرجان. بقول لكم تعالوا اليوم وبكره اخر يوم مع ابو عايش. شو يوم الاثنين فيه؟ اثنين كمان، اثنين مزبوط، يومين ضايل يعني. انت احنا يومين، احنا يومين بنقول يومين. انا بخربش بالحساب معي زهايمر من كثر ما حكيت. طيب اشكركم اشكركم، بعدين برجع لكم. طيب مشاهدينا متابعينا، يا عيني شو الكره اللي السحر هذا عاملين اياها، الشركه الاستشاريه للمواد الكيماويه. أهلا، شو رايكم اليوم الثالث من عمر الله؟ لا ما شاء الله ما شاء الله مميز على اهل جنين والزوار كمان. والزوار يلا بنقول لهم تعالوا تعالوا يا جماعه على جنين، اتسوقوا براحتكم، مهرجان مميز ورائع جدا في كل شيء. فتعالوا على جنين. الراجح الراجح او الراجح حكينا معه صح؟ الله يعطيكم العافيه. هلا نروح كمان على وين؟ على بنك الاسلامي الفلسطيني. البنك الاسلامي الفلسطيني يا جماعه، البنك الاسلامي الفلسطيني وين اللي هون؟ وين؟ مرحبا، كيفك؟ البنك الاسلامي الفلسطيني يا مجد معروف بين قوسين حسن الاختيار، يعني بدك تختار زي اللي بروح يطلب واحدة، بروح يدور على واحدة بيختار الأحلى والأجمل والمربي، هذول مربيين هذول حسن الاختيار. بس ناقصتك يا أبو ناصر عماد، عماد السعد ناقصتك. شو بتقول في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ أول شيء الله يعطيكم ألف عافية، احنا هنا كالبنك الإسلامي الفلسطيني بنتشرف بتواجدنا في مهرجان التسوق. صراحة مبهرين احنا من الاشي اللي احنا شايفينه. يوميا عدد الزائرين لا يقل عن 15,000 زائر، وهذا اشي طبعا مفخرة لنا، وانا كابن جنين بفتخر انه هذا متواجد عندنا في اراضينا. والله يعطيكم الف عافية، وبنشكركم على حضوركم المتميز دائما، وبنشكركم دائما على حضوركم دائما بيكون متميز بوجودكم دائما. الله يسعدك، حسن الاختيار، ما بنقدرش نقول شيء، بيجيبوا لنا المصاري يا جماعه، حسن الاختيار. طيب تعالوا في الجهه المقابله المنافسه، شوف محلاهم لما ياخذوا سيلفي كمله. ايوه كمله، ايوه هيك 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 هيك, هيك. كمله. طيب بنك فلسطين، البنك الوطني الاول، مين اللي بده يحكي؟ مين اللي بده يحكي؟ حيرتونا. شو مين؟ مين بده يحكي عن بنك فلسطين؟ مرحبا، اهلا اهلا، تمام، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. بإيجاز، شو رأيك في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان مع البنك الفلسطيني البنك الوطني الأول؟ أكيد بيكون حلو مع بنك فلسطين. أكيد في دفع مصاري، في دفع مصاري أكيد. أكيد. طيب الناس شو بتحكي لهم، الناس اللي بيشاهدونا اليوم في هذا البث المباشر خاصة اليوم وبكرة وبعده؟ بنحكي لهم تعالوا خصوصا على بنك فلسطين. شوف العنصرية، أنا معكم، تعالوا على بنك فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وادخلوا يا عم، اسمع اسمع، تعال 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 تعال، كدب كمل ونهرب غاد. يوم يومي 1000 دولار، ساعدوني اذا انا بغلط يعني، استني شو خلينا اكمل عشان اشوف اذا بغلط. يلا اعطوني جائزه، في اليوم في يومي 1000 دولار، اسبوعي 6000 دولار، استني شو خليني بعيد الذاكره، بعيد الذاكره بنظف قاعده، 9000 دولار في الشهر، في كل شهر 60000 دولار، وكل ثلاث شهور ربع مليون دولار. من مين يا جماعه؟ من مين؟ من بنك فلسطيني البنك الوطني الاول. وين الربع مليون يجوا؟ والله نفسي اربح بحياتي، انا دائما موزع جوائز مش عارف اربح، بس البنك فلسطين دائما بربع. شكرا لكم، خلوا الهديه لكم، انا متنازل عنها. تعالوا مشاهدينا متابعينا، تعالوا شركه سندس، كان يقول لي وين انت دائما شركه سندس، وين انت وين انت؟ شو بتقولوا في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ يعني المهرجان يعني الحمد لله انه شيء منيح لجنين،
وانه سوق تجاري للجنين، والحمد لله يعني الناس مبسوطه ولنا. نعم. ولاصحاب المحلين يعني. يعني شوفوا يا صبايا، شركه سندوس طلع الشالات الاروع والارقى والمميزه. احنا بنعمل لهم هيك دعايه منا هيك، يلا مشوها مشوها، بس احنا بدنا نشوف بس عند سندوس شالات حلوه باسعار مميزه وعامل عروض يا جماعه، عامل عروض حطمها. اي شال ب 10. طب سؤال جاوبنا عليه، تعطيك عليه جائزه. يلا. وشالات سندوس جاوب عليه. يعني فكرك بعد 20 سنة ممكن نلاقي رجال لابسين شالات؟ كل شيء جايز. كل شيء جايز. والله كل شيء جايز. كل شيء زايد. كل شيء جايز. شوف رجال لابسين شالات، والله كل شيء جايز، أشكرك. تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، فعلاً أجواء اليوم رائعة جداً ومميزة، شو هالإشي الحلو اليوم؟ طلع شوف الناس قديش متفاعلين، هذا رد عمين يا جماعة، وجود الناس وهذا الزخم الكبير اليوم في هذا البث المباشر هو رد عمين يا جماعة، الحضور بندعيكم تعالوا. بتعرف شو رد عمين؟ رد على الاحتلال اللي بقتل أبناء شعبنا في جنين القسام، شهدائنا الأكرم منا جميعا رحمهم الله. هذا تحدي له. طلع الناس اللي جايين على المهرجان ومستمرين الليلة معكم وبكرة وبعده، شو بتقول اليوم في اليوم الثالث من معرض جنين؟ يعطيكم العافية أول شيء تلفزيون فجر، أهلا وسهلا، شرفتونا في جنين طاقم طول كرم. الحمد لله شايفين الحضور، طبعا رحم الله شهدائنا، شهداء جميعا وشهداء اللي توفوا امبارح الله يرحمهم. شايف الحضور انت كيف؟ الحمد لله هي كلها رفع معنويات، وان شاء الله انه كلياتنا ايد واحده ونقدر نمشي هالايام ننتصر. اشكرك على الابداع دائما، الابداع. اذا ايفل، يا سلام على ايفل. ايفل يا جماعه عالم العطور السحري، عالم الرقي، عالم وين اكسترا؟ بطاقة اكسترا يا جماعة، شوفوا. اعطينا، بديش انا بحب الرول كامل. بطاقة اكسترا، بتعرف شو معنى يا صبية بطاقة اكسترا؟ شي هلا بطاقة خصم، بطاقة خصم مشتري. وبيجيك مصاري كمان، صح؟ طيب، بطاقة اكسترا كاش، يعني بتروح تشتري من الشركات اللي موجودة ضمن الموجودين وانت متعاقدين معهم، بيرجع لك مصاري كمان، يعني انت كله كاش، كمان مش بس هيك يا جماعة، شوفي يا صبية، شو اسمك انت؟ داليا ولدالي. داليا ولدالي. داليا ولدالي، شوفي كمان 36 ألف شيكل كاش، كل أسبوع 1000 شيكل، وآخر إيش؟ آخر السنة 10,000 شيكل راح تكون من نصيبكم، فبشتركوا مع إكسترا كاش، ولا تنسوا روائح إيفل، تعالوا، شكراً، مكملين معكم الأجواء الحلوة، شوف أين جايين عندكم يا، جايين عندكم، إحنا جولتنا مستمرة. الحياة سهلة، مع مين؟ مع الجبرين بلاستيك. طيب أول شيء مساء الخير، يعطيكم العافية، أجواء في هذا البث المباشر، جولة عامة على شركاتنا الرائدة في فلسطين. لما تحدث عن شركات رائدة، شركات قادرة أن تقدم العروض والخصومات وتسهل على الناس. شو رأيك في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ الحمد لله رب العالمين، مهرجان كثير بجنن، مهرجان ما شاء الله عنه، منورين الضيوف فيه ومنورين كلاتهم المهرجان. تعالوا الليلة وبكرة وبعده تعالوا، واسمه ايش؟ الجبرين، يعني بجبر خاطركم، فتعالوا على الجبرين، اسعار رهيبة. الليلة في عنا عرض ان شاء الله، عرض خرافي. راح نولعها بقول لك. راح نولعها احنا اكيد، يعني عنا الساعة 6 عرض، والساعة 7 عرض، والساعة 8 عرض، كل ساعة راح يكون في عنا عرض، وكل عرض أحلى من الثاني. طبعا احنا هسا ماشيين في عرض، احنا عنا المحارم المعطرة الويبس بشكل، محارم معطرة عنا بشكل، عنا معطر بشكل يا جماعة الليلة بشكل. صبية لحظة صبية، يا صبية طلع علينا، طلعي، تعرف تلك فيه؟ هذا هدية من الجبرين، يلا امسك اشوف يا اوه. طيب مش كاينة تلعب كرة سلة ولا طائرة بالزمن، مبروك عليك، يلا روحي. وعندنا هذا العرض كمان، عندنا معطر بلاط نزل جديد من شركة الجبارين بخمس شيكل، راح نعمله عرض عليه بخمس شيكل. طيب خليكم الليلة مع الجبارين، عروض ما تعالوا على المفاجآت. اشكركم، شكرا. تصور معي، هاي بتصور معي قاعده مجد، بتصور معي، يلا شو صور معي، يلا جبارين. من اي شركه؟ من جبارين. قديش بنبيعوا هاد؟ خمسة شيكل. شيكل. كلهم بشيكل. طيب يلا هاي تصورنا مع بعض، صورتوهم خلاص تمام. مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم بالاجواء دائما من مهرجان التسوق 2022 المميز، اليوم رائع واليوم مميز. تعالوا نشوف ساره.
انا عارف والله بنتي مقعدها في الدار اذا مساره واملاكها هون موجوده انا مش عارف والله. طيب على كل حال يعطيك العافيه. الله يعافيك الله يسعدك. شوف اليوم الثالث من عبر هذا المهرجان، شو رايكم في المهرجان بشكل عام؟ طبعا ما شاء الله، طبعا جهود جباره من الغرفه التجاريه، الاشي الصلاه النبي ما شاء الله، يعني اقل ما يقال عنه عالمي. عالمي وفعلا جنين عالمي اليوم، جنين بالمهرجان عالمية. يعطيكم ألف عافية، كل التحية للغرفة التجارية عمار أبو بكر محمد كميل وكل أسرة الغرفة التجارية البلدية، المحافظ اللواء أكرم رجوب اللي داعم ورافد، ولكل المؤسسات والشركات اللي موجودة أنجحت هذا المهرجان. احنا نتمنى لكم التوفيق وليلة رائعة جدا إن شاء الله. الله يسعدك حبيبنا منتصر، وكل الشكر والتقدير لتلفزيون الفجر الجديد. طبعا احنا شركة سارة للشالات موجودة فروعنا في طول كرم وفي جنين، موزعين الجملة على مستوى الضفة كاملة وال 48 طول كرم وجنين وفي كل الضفه الغربيه وفي الداخل الفلسطيني. اشكرك. الله يسعدك حبيبي. موفقين. اذا مشاهدينا ومتابعينا، هاي الجوله العامه اللي بيشاهدوها مشاهدينا ومتابعينا، شوفوا شو هالاجواء الحلوه. نعم. اسمك؟ اسمي منتصر. منتصر. ان شاء الله دائما بنكون منتصرين يا رب. شو هالاجواء الحلوه هاي؟ شو هاي؟ عرفونا بهاي الشغله، شو رايكم اليوم الثالث من عمر المهرجان؟ إيه ما شاء الله ممتاز جدا، في اقبال شديد. لولا هالكارثة اللي صارت عندنا في المنطقة بكى مش طبيعي. الحمد لله رب العالمين، وهذا تأكيد على التحدي كمان. أكيد 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 كمان. دائما الشعب الفلسطيني بصدارة التحدي إن شاء الله دائما. إن شاء الله النجاح إن شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم هالأجواء في هذا البث المباشر، يعني عن جد جوال بي في هذا البث المباشر. مشاهدينا ومتابعينا، شو جوال بي؟ للي بيعرفوش جوال بي بيكون يعني اللي ما بيعرفه بيكون مجنون او امه مش داعت له. جوال بي يا جماعه المحفظه الالكترونيه الاولى في فلسطين. نزل التطبيق عندك عشان ترتاح، والشمس بوجهك بهمش، الشمس بوجهك لانهم كلهم مشعين، عشان هيك الشمس ضاربه عليك انت، لانه جوال بي مشع دائما. فبنقول لكم يا جماعه عشان تتغلبش في هالازمات وتروح توكب بالدور، نزل التطبيق جوال بي، بصير تسدد فواتيرك المي والكهرباء والجوال وكل شيء وانت في بيتك. كمان بامكانك تسوق اونلاين كمان في بيتك، وكمان تقدر تحول ارصده لاصحابك واصدقائك. والله ديالكم مع جوال بي، جوال بي فوق المستحيل. شكرا لكم يا جوال بي. تعالوا معنا مشاهدين مكملين معكم، نشوف يعني كل هالاجواء الحلوه، مشينا في كل هالاجواء الحلوه. تعال نروح على تلفزيون الفجر، لا نروح على تلفزيون الفجر كمان، الطاقم اللي تعب معانا اليوم نكمل في هذا المشوار وهي الرحله. كل التحيه للغرفه التجاريه، بلشوا الناس يجوا، هذا بالتاكيد على الدعم الدائم لمين؟ لهذا المهرجان العالمي في جنين الاسلاميه عينها، ما احلى هالطاقم الاسلاميه الف. طيب تعالوا معنا مشاهدين متابعينا مكملين، شوفوا يعني عن جد بنحكي. تعال نسينا هون، تعال بنك الاستثمار. شوف لحظة شوف، حتى الاطفال جيبوا عائلاتكم اطفالكم ناي، ما عارف بدي اخليه يصحى وشوف مهرجان جنين، وانه وحده نصور، بنحب الاطفال احنا. شو اسمك؟ تعال يا عمو. يوسف اروع يوسف. مالك يا عمو تطلع فيي؟ اول مره يا عمو بتشوفني. يا عيني ما اروعك يا يوسف، ها احلى بوسي. تفضلي. الله يخليكم اياه. شوف الاطفالنا في مهرجان جنين للتسوق. بنك الاستثمار، البنك الاستثمار هو البنك اللي بنستثمر عنده بنندمش. اليوم شو بنقول في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان؟ بنك الاستثمار اللي بيستثمر لنا مصرياتنا وبعطينا شيء نتائج حلوه. الحقيقه اللي بنحب نقوله ان وجودنا اليوم هو تحدي كبير للاحتلال، واحنا بنحب نقول ان احنا مستمرين ومكملين في دعم منتجنا الوطني وفي دعم اقتصادنا رغم كل ما يعانيه ابناء شعبنا من هذا الاحتلال الغاشم من جرائم وويلات. وان شاء الله انه بنعاد السنه الجاي في ظل دولتنا الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشريف ان شاء الله. يا جماعه من كلكم جنين عصيه والاحتلال الى زوال، وقد ما تقتلوا من ابناء شعبنا راح يطلع ايش؟ شو قنابل راح تطلع بشريه من عندنا، فعشان هيك مستمرين بالتحدي في مهرجان التسوق. شكرا للاستثمار، والليله راح يكون في فعاليات. طيب تعالوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، البنك الوطني مشاهدينا ومتابعينا قصته قصه. مين اللي بدها تحكي؟ وينها؟ شيماء، رئيس القسم.
انا اللي بدي اقعد صرت اشغل، بدي اشكيكم للبنك الوطني، ولا واحد راضي تحكي عن البنك الوطني يا جماعه. شو على البث المباشر احنا؟ طيب اول شيء مرحبا. مرحبتين يا هلا، الله يسعدك، الحمد لله. طيب تمام. احنا اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان، شو اسمك انت؟ شيماء الغانم. شيماء الغانم هي الوحيدة اللي ثبتت، كله ما هربوا الحمد لله. لازم انتم يا مدير البنك، مدير عام البنك، تعطوها ترفعوا لها الراتب، لانه هي اللي صمدت بس. طيب شو تقولي في اليوم الثالث من عمر هذا المهرجان انتم كبنك وطني؟ والله احنا كثير مبسوطين، يعني الحمد لله رب العالمين، كل شيء منيح وكل شيء تمام، والحمد لله رب العالمين. يعني اجواء واقبال الناس كيف؟ ما شاء الله كثير كثير ممتاز. اليوم كمان رغم اللي صار امبارح في جنين الا انه احنا متحدين وصامدين، وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه، والبنك الوطني موجود، وطننا موجود كمان، وكل شيء رح يزبط مع البنك الوطني اكيد. يعني ليش ما يزبط مع البنك الوطني؟ بيزبط، ليش ما بيزبط؟ مش هيك شعاركم؟ كل شيء بيزبط مع البنك الوطني. والله عامل لكم دعايه لازم تعطونا عليها 1000 دولار بس مشوها. شكرا لك يا شيماء، الله يسعدك. شو عملت جديده؟ ليش ما بتزبط؟ ليش ما بتزبط؟ كل شيء بيزبط، كل شيء بيزبط مع البنك الوطني. شكرا لك يا شيماء، وإلك راتب عالي كمان من البنك الوطني ان شاء الله. اشكركم. تعالوا مشاهدينا متابعينا، حلويات العنبتاوي، استنى شوي هنا. العنبتاوي يا جماعه بعملنا شغلات حلوة كتير، اليوم راح تستمتعوا مع العنبتاوي بهالأجواء الحلوة. واليوم الكنافة الاسطنبولية نعف نعف، تعالوا على العنبتاوي، اشي أرقى حتى طلع الشباب، والله هم أحلى من الاسطنبولي كمان. طيب تعالوا معنا مشاهدينا متابعينا، أصل الحلو مين؟ عنبتاوي. مشاهدينا متابعينا بدي أختم جولتنا اليوم، وين؟ فريقنا كمان بيستحق. ماسة تعالي، ماسة رفيقتي في الجولة يا يسري، رفيقتي ماسة بالجولة، ظلت معاي بالجولة وبتقول لي بالآخر شو اسمك؟ قلت لها شو اسمي؟ يعني لا معجبها، أنا معجبها وبتلاحقتني طول الوقت وساعدتني ماسة. طيب ماسة بدنا نختتم احنا وياك، وخليكي معي يا ماسة، تعالي تعالي تعالي. ماسة راح نختتم مع مالك صرت تحكم لحكتك؟ بحبك والله بحبك يا خباب. طيب تلفزيون الفجر الراعي الرسمي والإعلامي لمهرجان التسوق 2022 في مدينة جنين، وهذا شرف إلنا إن نكون شركاء مع الغرفة التجارية وننجح هذا المهرجان رغم التحدي الحاضر بالاحتلال وقتل أبناء شعبنا، إلا أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة. الشباب رائع جدا، خباب لا حول ولا قوة إلا بالله، علاء الجراد، يوسف السرغلي، يعني إحنا إلنا نصيب. وأجواء المهرجان فعلا جنين اليوم رائع جدا ومتحدية، وتلفزيون الفجر الجديد ينقل الرسالة كراعي إعلامي في هذا المهرجان. صحيح، تلفزيون الفجر دائما بيشارك المواطن الفلسطيني أفراحه وحتى أحزانه وجميع مناسباته، وإحنا بشرفنا نكون اليوم في مدينة جنين، بشرفنا نكون في أي مدينة فلسطينية، إنه إحنا كمان حتى خارج فلسطين بنشارك في جميع المهرجانات الموجودة خارج فلسطين، إحنا للكل الفلسطيني، ونتشرف كمان مرة إنه نكون إحنا في جنين. وبنقولكم كمان شغله قبل ما نختم جولتنا، مهند بطران اجى يزورنا اليوم، كل التحيه لك. علاء الجراد، عمر ابو زايده، كل سعيد حمدان من مخيم الصمود والتحدي، كل يوم بكون معنا، احلى تحيه له ولاهلنا في مخيم جنين، اسطوره والايقونه. مجد الفقهاء، خباب الاصبر، اسماعيل بلعاوي، براء عمر، مين كمان ذكروني بالشباب؟ براء عمر، مين؟ علاء الجلاد المعجوق، اكيد هي ما فيها نقاش. مشاهدينا متابعينا شكرا لكم، شكرا لكل الناس الرائعه، وراح نكون معاكم دائما على الحلوه والمره. مع مين؟ مهرجان التسوق 2022، مهرجان التسوق 2022 من مين؟ من مين؟ خليني اختم هون، ورانا الغرفه التجاريه مباشره. كل التحيه لكم، بدي اقول كلمه ختاميه في هذا البث المباشر. وماسه خليكي معي يا ماسه، انت شطوره. ماسه ملاحقتي من اول ما بلشت اللايف، ساعه ونص على البرنامج وهي معي، رفيق الضربي، هذا طازه جديد اجاني، خليك بيمش. طيب مشاهدينا متابعينا، انا بدي احيي الغرفه التجاريه في جنين على دورها الكبير في انجاح هذا المهرجان مع الشركاء لهذه الصوره واللوحه الرائعه، ودائما نتمنى لكم التوفيق. بدي اقول كلمه في ختام هذه الجوله، كل التحية لجنين الأسطورة، لمخيم جنين صمود، كل التحية لأرواح شهدائنا الأكرم منا جميعا. ولكن أقول محمود درويش ماذا قال؟ على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.